يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه المقولة صحيحة وهي إثبات الصفات لا يستلزم الجسمية، مثل الروح لها صفات لكنها ليست بجسم، هل هذه قاعدة صحيحة؟ أي نعم، هذه من القاعدة. نعم هذه من القاعدة. أنتم تقولون إن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التجسيم، نقول الروح أيضا لها أسماء وصفات وهي ليست بجسم، باعترافكم، اعترافكم أنها ليست جسما. نعم، وحتى ما تقولون أنها عرض، ما تقولون جسم ولا عرض، ما تدرون وش، لأنها من عالم الغيب. نعم.